افتتح سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة أكبر متنزه للغوص في العالم رسميا يوم أمس بمساحة تمتد لمئة ألف متر مربع، وذلك بالشراكة بين المجلس الأعلى للبيئة وهيئة البحرين للسياحة والمعارض والقطاع الخاص، والذي أعلن عن إطلاقه سمو الشيخ عبد الله بن حمد الخليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى رئيس المجلس الأعلى للبيئة، بعد أن تم الانتهاء مؤخرا من المشروع من المرحلة الأولى له والمتمثلة بغمر طائرة بوينغ 747 في قاع البحر بنجاح في محطتها الأخيرة. وقد أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة في وقت سابق أن المتنزه سيفتح أبوابه لاستقبال محبي رياضة الغوص والألعاب المائية اعتبارا من اليوم السبت. انطلقنا في رحلة بحرية هي ليست بمثيلاتها من الرحلات، فهي أقرب للوصف بأنها رحلة تاريخية سيسطرها التاريخ في سجل إنجازات مملكة البحرين. هذه الرحلة كانت تشق طريقها متجهة إلى موقع احتضن أكبر منتزه للغوص في العالم، حتى تبصر الحلم الذي جسدته فكرة، والفكرة التي أصبحت اليوم واقعا، والواقع هو المستقبل. سعيدين اليوم بعد فترة انتظار طويلة وحلم انه يتحقق ان نفتتح هذا المنتزه اللي يعد مثل ما ذكرتي اكبر منتزه غوص في العالم. الاقبال كان شديد جدا، والتساؤلات وردتنا من جميع انحاء العالم من محبين رياضة الغوص. في حجوزات كثيرة ابتداء من غدا والايام المقبلة، وان شاء الله نتأمل ان هذا يضيف نقلة نوعية للسياحة في البحرين، خصوصا السياحة البحرية والمائية اللي احنا نركز عليها تركيز كبير في هيئة البحرين للسياحة والمعارض. وجود الطيارة هو اللبنة الأولى بتكون لهذا المشروع. المجلس الأعلى للبيئة درس طبعا بيئيا وجود الطيارة وتأكد من سلامة الطيارة بيئيا. تم انتزاع أي جزء قد يأثر على البيئة البحرية، واليوم اعتقد الصور الجديدة تراوينا ان الطيارة صارت نوع من انواع الارياف الصناعية اللي موجودة في البحر. نبارك لمملكة البحرين ولمجتمع الغوص الوطني والدولي ترشين هذا الموقع السياحي المميز الذي باشرت وزارة التجارة والصناعة والسياحة و دايف بحرين بالإعداد له بامتياز. كنا نتطلع كغواصين في مملكة البحرين لافتتاح هذا الموقع بتشوق، والجهود التي تم استثمارها في هذا المشروع الوطني الهام له انعكاسات كبيرة ليس فقط على المستوى الوطني فحسب، لكن على المستوى الدولي. واليوم تم الإعلان عن الافتتاح الرسمي عبر رحلة غوص شارك فيها سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة وعدد من المسؤولين والغواصين المحترفين والهواة إلى موقع الطائرة تحت الماء بعمق يتراوح ما بين 20 إلى 22 مترا، والتي تعتبر هي المرحلة الأولى من المشروع. الطيارة بحكم وجودها كنواة المشروع، نواة المنتزه البحري اللي هو يتكون من 100,000 متر مربع، راح تكون شيء طبعا ما يوصف. الطيارة بحد ذاتها احنا اليوم غصناها، انطباعنا عنها جدا ممتع، الكل استمتع، شفنا اعداد متزايدة من الاسماك اللي قاعدة تزيد كل مرة على الطيارة، وهذه يدل على اللي احنا نسميه فريندلي بالنسبة للإنفايرمنت أو صديق للبيئة. إن هذا المشروع سيلقى شهرة عالمية، حيث سيكون وجهة أساسية لهواة رياضة الغوص من كل أنحاء العالم، مما سيكسب البحرين مكانة متميزة على صعيد السياحة البيئية. كعادتها مملكة البحرين تتصدر الرياضة ليس على الأرض فقط، وإنما حتى من أعماق البحر بافتتاحها لأكبر منتزه للغوص في العالم، حيث تعتبر هذه بوابة جديدة لاستقطاب مملكة البحرين لزوارها للاستمتاع بهذه الأجواء. سهر عصفور لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.